بهذه الأجواء استقبل طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية الفنان المسرحي القدير والنجم العالمي غسان مسعود. اللقاء تضمن عروضاً مسرحية قدمها طلاب المعهد، كما تضمن لقاءاً مفتوحاً بين النجم غسان مسعود وطلاب المعهد العالي للفنون المسرحية بإدارة الإعلامي سعد القاسم، وبحضور عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الدكتور تامر العربيد والفنان فايز قزاق، إضافة لعدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي. هذا المكان هو بيتنا، هو كان بيتي بيوم الأيام، ولذلك الحنين له والعلاقة العاطفية والوجدانية بهذا المكان بتخلي الواحد شوي ما كتير يقدر لا يحكي يتفلسف ولا يقول كلام كبير ولا صغير، بيقول أنا جاي على بيتي اللي أنا اشتقت له، أنا هذا المكان اشتقت له كتير وبحبه كتير وله أفضال على راسي، ومشكور الدكتور تامر أنه جابنا اليوم لحتى قلنا تذكروا بيتكم من جديد، هذا هو لساته مثل ما هو، لكن أنا عم بشعر بشيء إنه في روح جديدة عم بتصير بهالمكان، في شيء عم بتصير جديد بهذا المكان ينبغي النظر إله بجدية، ينبغي رعايته بشكل رائع. في أجيال هون شفت اليوم تستحق الحياة، تستحق الفرح، تستحق الاعتناء، تستحق أن نساعدها كي تشق طريقها إلى المستقبل بخطى ثابتة. لقاء تضمن تسليط الضوء على التجربة الإبداعية للفنان الكبير غسان مسعود ومشواره الفني الذي بدأه من المعهد العالي في كل من المسرح والسينما والتلفزيون.